بركاي، ظاهر إنك ما حبيت الأكل حبيبي. لا بس أنا شبعت. معقول تكون شبعت؟ أنت أكلت لقمة صغيرة مثل العصفور. لك الولد بحاله، لا تزعجي، ياكل اللي بده إياه، كل صحة. يلا كل شوي كمان، كل بابا. أنت بتعرف نحن شو لازم نعمل كرمالك بركاي؟ من بكرة رح نكتب الأكلات اللي بتحبها على ورقة ونعطيها للمطبخ منشان يجهزوا لك ياهن المسا. أنت شو رأيك؟ أنا بعرف مزبوط شو بيحب، بس هو اللي مزعله هلأ أنه اشتاق لأخته إليف. قصدك هديك المربية؟ إيه المربية. إيه إيه بتكون المربية. أستاذ تونجاي، إجاك ضيوف هاي الست إليف. إليف؟ خليها تفوت، خليها. شايفينها شو منيحة هالإنسانة؟ تفضلي. إنسان الطيب بيجي وقت ينذكر اسمه. شكراً كتير إليف. شو رأيك نحط لك أكل بالزاوية هيك منيح؟ سوينا إلك. بيقوم، أنت منيحة بنتي؟ أنا عم حاول أتقبل يلي عم بيصير ماما. مساء الخير. بركاي حبيبي. أنا يمكن إجيت لعندكم بوقت مو مناسب. أنا ما رح طول كتير، بس إجيت لقلك إني قبلت بعرضك سيد تونجاي. أها عن جد؟ شو هالخبر الحلو هاد هلأ؟ بس فيني اهتم بالباشا بركاي أنا إذا بتقبله. سمعت الحكي؟ أختك إليف قالت رح تكون معنا. منيح الحكي؟ ها؟ مبسوط؟ أنا بهنيكي كتير يا روحي، متأكدة زوجي ما رح يفلتك من إيده. ما فهمت. عم قلك إني بهنيكي، رح أرجع بعد دقيقتين. بنتي، بما إنك رح تسكني معنا بهالبيت، أهلا وسهلا بعيلتنا. تفضلي لو سمحتي. يلا اشرب منها. طلعي ماما. إيه كمان شوي. يلا قبلي اشربها كلها. شوفي شو عملت. صحة. حلوة ما؟ غرفة الست إليف صارت جاهزة. عن جد؟ تمام، شكراً لك. أهلا وسهلا يا بيك. فيني فرجيكي الغرفة إذا بدك. خلص بشوفها بكرة، بس إجي وبجيب أغراضي معي. لا ما بصير، يعني أنا ما بعرف، يعني بركي كان فيها شي ناقص مشان تعرفي من اليوم. طيب يلا لك. نحن دقيقة وراجعين. تفضلي من هون. ايه صحيح، وين سنيم لهلا؟ بعد شوي بتجي طاهر، طول بالك. بركاي تعالي عود شوي بحضني. يلا تعال هون بسرعة يا ابني الحلو. تعال لعند جده. تعال لعندي، تعال. ما شاء الله ما شاء الله. تعال حبيبي تعال. ما شاء الله، طلعوا ما أحلى. شوفوا شو كبران. لا تقلي نعسانها. لا أنا ما بنعس بهاد الوقت أبدا. ليش هالشي؟ لأنه ماما كانت ترجع متأخرة وأنا كنت ضل استناها. وليش أمك كانت تتأخر حبيبي بركاي؟ شو كانت بتشتغل؟ كانت بتغني، كانت تقعد مع رفقات على الطاولة وتغني، وأنا أغلب الأحيان كنت نام هنيك. هلا فهمت. يلا لنشوف يا اولاد، هلا صار وقت النوم. يلا الكل على تخته. يلا يا حلوين. يلا يلا تعال. يلا ابني تعالوا يا بنات. يلا على النوم. تصبحوا على خير يا اولاد. تصبحوا على خير. لا والخير. شو انت كنت بتعرف انه ام حفيدك مطربه ما هيك بابا؟ عن إذنك تصبح على خير بابا. ليلي، عجبتك غرفتك يعني؟ نحن رح نكمل كل شي ناقص أساساً. حلوة كتير، شكراً لك. قريبة من غرفة بركاي. أنسى إليف، أنا ما بعرف عن جد كيف لازم تشكرك. فرحتيني كتير إنك رح تبلشي تشتغلي معنا. بركاي بحبك كتير، وجودك حده أنت بهي الفترة
هالشي رح يساعده يتجاوز هالمرحلة بسهولة أكتر. أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه. وشكراً إلك مرة تانية. لا، وماسكين إيدين بعضكم كمان. حبيبتي إليف، حبيبي الدون جاي، أنا بدي نام انبسطوا بليلتكم. أنا رح أروح على البيت هلأ. تصبح على خير. أنت الظاهر عم بتخاطر كتير هالمرة دون جاي. رح تغرق أكيد إذا ما انتبهت. شو رأيك نروح نفطر سوا بكرة؟ أهلا وسهلا. نفطر سوا أكيد. آسفة، بعتها بالغلط، كنت عم ببعتها لرفيقتي. حبيبي طاهر، يا ريتك شفته لبيركاي. نام فوراً، تغري أول ما حط راسه على المخدة نام. شي طبيعي. طبعاً أكيد الولد ناس كتير بهالوقت. اللي أنت منيح؟ شكلك ضغطك طالع يمكن، وشك أصفر وشاحب. لا، أنا منيح. مين عم يبعت لك بهذا الوقت؟ شي حدا قليل ذوق عم يتحركش. انت شو عم تعملي هون؟ رقبته بتوجعه وهيك رح احط له مخده ليرتاح.